ومنضلنا على تويتر ومننتقل للنجمة إليسا اللي كانت احتفلت بعيد ميلادها من حوالي الأسبوعين. ومثل ما قال عدد النجوم اللي هنوها بألبومها الجديد حتى ما أقول انعدموا، فالتهاني كمان اللي وصلت له من النجوم تكاد تكون معدومة باستثناء تغريدات ماجي بوغصن، فيني رومي، أنجي جمال، أنابيلا هلال وغيرهم أكيد. أما باقي النجوم اللي بالعادة كان في أخذ ورد بين بعضهم فغيبوا عن التغريد لإليسا. هذا الأمر بيرجعنا للعلاقة بينه وبين وائل كفوري اللي توترت فجأة، وهن اللي كانوا مع بعضهم سمنوا عسل وكانوا يتصوروا مثل العشاء. يا زمان يا شو بعمل باللي جواتي، أسرني وحابس أنفاسي، شو صعب ينسى حبيبي والأصعب كمل حياتي. وخلينا نسمع سوا شو قالت إليسا مؤخرا عن علاقتها بوائل كفوري ضمن برنامج انت اونلاين مع وسام بريدي، وكيف حاولت تتهرب من الجواب وما تقول الحقيقة 100% بل تدور من حواليها. انا وائل علاقتنا من احسن يعني من احسن علاقات اتليست بالوسط الفني. بحبه كتير وبحترمه كتير ونحن طلعنا سوا باستوديو الفن وما في اي شيء بتشوه العلاقه تبعنا.